رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم وتواصلاتكم وكمان تعليقاتكم اللي بنتشرف ونتنور بيها. وأول سؤال معانا النهاردة سؤال من أم مؤمن من إسكندرية. أم مؤمن؟ أيوة فندم. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. إزاي حضرتك؟ عليكم السلام وبركاته. كل سنة وحضرتك طيبة. الحمد لله رب العالمين. إزاي حضرتك؟ نعم وفضل الحمد لله. بص حضرتك، انا بس كنت طالبه رقم حضرتك بس عشان في مساله كده عايزاك فيها. خلاص في كنترول ان شاء الله يديك رقمي ان شاء الله. تاني حاجه يا شيخ، انا دلوقتي يعني دخلت في موضوع انا ماليش دعوه بيه خالص، موضوع قرض. فاهم حضرتك؟ انا ضمنت حد والحد دوت اصلا ما بيدفعش. بس انت ما انت كده مش انت اللي خدت القرض، انت ضمنتي حد اخذ القرض. انا ضمنته على طيب. اساس ان هو هيسد يعني، وهو ما سدش. وبعدين دلوقتي انا يعني ظروفي مش سامحه ان انا حتى اسد شهر واحد. لا وانا حطيت نفسي، انا عملت نفسي خير ولقيته صار ان شاء الله. يعني عايز اقول لك حاجه، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر ويفرج عنك وما تقلقيش خالص. ان شاء الله ربنا يزيح عنك خالص ان شاء الله. يا رب يا شيخ، يا رب دايلي، ربنا يخليك. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله ربنا يحفظك يا رب ان شاء الله.